بالخير بالخير يا المستمعين بخير، عساكم بخير ما دام الزمان بخير، عدد ما ورقى حمام الطير. سوالف وسالم، سوالف وسالم، إعداد وتقديم بسالم، إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي. طاح عندنا الولد مريض، طاح مرة ينازة يبس في البيت من بعد صلاة المغرب، من هين البايا إذا قال يا يلعب كورة، قالت حبوته، طشت حبوته، قالت إيه الولد ما حد يبي يمسه، هذا الولد في ضر ذيه، ذي عاد لعيب كورة وذي مرة طاح ويتعين حتصوب فيه كما الحريم الياسر تحت السبلي هي صوبا فيه، والولد بيطيح من عيون هنذيلي. قلت لها صلي عني بيمكن ريال استوى عندي يعني هبوط ضغط ولا شيء، قالت لا 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 ذي الحكي ما أسير عليه، عادي موزو انت من بتعاي، ايه من بتعاي موزو ما شيء كلامها، هي يمشي كلامك انت ما تسير عليه. والحين قالت يلا يبوا مدخن حطوا فيه البان يا جماعة الخير وش نسوا، قالت يبوا انتوا يبوا يبوا، جابت المدخن وقامت تداور عليه وتنقز مني وتنقز مني، علامش وش تخبلتي، قالت لا تصبروا هذه 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 زيارين حياة أبويا، زيارين حياة أبوي كذي، وهذا يمكن زيارين يمكن عين، بس شيئين ويمكن بعد ظلم، يا بنت الحلال يمكن ولد فيه هبوط نقص سكر، يمكن ريال فيه محموم شيء، اشوف حرارتك هنا مرتفعه. قالت ما تكلمت لا تخابرت، قلت لك كذي بغت تنعش علي، قلت لها خبرش قابلي امورش ماشي مني مني، الولد تام ينازع ما يتحرك، واللي هاي تناقز مني تناقز مني تناقز مني، قالت لا من ودي عندي واحد يقرا عليه، بتودي عند حد يقرا عليه يعني يقرا عليه قران، قالت لا 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 لا, لا. هذا في 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 لازم نسوي له شيله من المشايخ ومن دمالويش ومالويش ومالويش. قلت له يا بنت الحلال يا بنت الحلال يا بنت الحلال، قوم بنودي المستشفى ذي عدالني وبشوفه وش فيه وبياخذ الضغط طيب. قالت لا تكلمني يبنى البيك اب، شلينا الوليد شلينا عند واحد والله ما اعرف من اسمه. سوالف بوسالم دخلني البيت بروح يزيق، معلق لك دياي، معلق لك قرون مال ثيران، كأنك داخل سبحان الله بالمقبرة مال حيوانات ما تعرف. دخلنا داخل سلمنا السلام عليكم، حتى السلام ما ردي، هذا يقولوا الإنسان يتطبب للأوادم رد السلام زي، قاعد دخلوا داخل أقولكم واحد إن رقبته كانها مربعة، قاعد دخلوا داخل ويلسوا ويتحرك يبوا الولد لحفوه. قلت للولد ما رام يتنسخ وانت بس يتلحفوه، قلت علي الولد، قال لا انتوا لحفوه، انا اليوم هذا الولد هذا مرة انا عارف اشوفيه، طاف عدا الحريم طاف عدا من قام ترى يخمن وكذي، ونحن يلا نمشي على قدام يلا خب ما نروم نقول له شيء، نخاف بعد زيغنا يسوي لنا شيء يطلع لنا قول شيء من المكبه. المهم وكان يشب ذيك الضوء قدامي، بغينا نحترق نعم، قلت له يا بتحرقني، قال صبرتوا انا ارتب حياتكم اليوم. يا كم يعصر عمره وكذي وزبد غدا كمل بعير، ود الحلال موزو موزو وش في الريال، قالت خليه 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 حين يستحضر، هو يستحضر يستحضر يا الله يستحضر، قال هذا الولد يبالي ديك اسود ما لي علامه ما لي دلاله، واذا ما حصلت ديك يبوتيس اسود رضيع رضيع بس ما شرب حليب، كيف رضيع وما شرب حليب، كيف رضيع وما شرب حليب، حين هذا خبل ابني الحين تخبل كما، قال تيس من مره من 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 يستوي على الدنيا ما يشرب ما يصير، قلنا له هذا طبيعه وهاي فطره في الانسان والحيوان من ينولد يصير يرضع بمره، قال لا قبل لا يرضع تزخوه وتذبحوه وتقصوه اربع قصيص وتخلوه قصيص من داخل وتجيبوا صمغ من داخل ثنينه وتجيبوا من داخل ثنين البان وتعلقوا ديك اسود هذا وتعلقوا ملح فريوله، قلناها بروحك شغل يا ابوك، بيستوي ليلام بيستوي ليلام يا ولد الحلال ولد بيموت، قال كذي اقولكم كذي، وكان ينفض عمره زيغني يا ابوك صل على النبي، قوم موزو قومي 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 اذا ما بفي الولد طايح، صرنا المستشفى ونحن صرنا الراكض وخسرنا فلوس، روحي دفع 300 ريال هذا بس اللي يشوف اول شيء وهني بلاش ومستشفى حكومه وبلاش،
يعني الواحد ما يكلف عمره سأل انتي هو شو في المستشفى؟ لا هي بس بتنقذ هناك تتبع الشعوذة وتتبع ذيل المطببين وما حد دمرنا غير ذيل احنا ما حد دمرنا غير التفكير. الحين الناس بشوية طاح الولد ودوه هناك دقوا عليه ما ندويش سير ودوه مستشفى ودوه فحصوا عليه يمكن يطلع مستشفى وهو عوق مستشفى ولا من الله سبحانه وتعالى وما حد اللي اعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن أخبركم وش أسوي أنا أقول واحد ينتهي عن ذي الأمور ويتراجع عن ذي الأمور بعيد الشر بعدين 2017 وبعد الواحد يصير يراكض ورا هاي الأشياء. سوالف وسالم سوالف وسالم إعداد وتقديم مسالم إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.